صحيح انت على علاقه بفنان لبناني مشهور وزار تونس مؤخرا، صح ولا غلط؟ لا صابرين يا صابرين، نقومه صابرين. فنان لبناني ها على علاقه ب، انا ما قلتش شيء، نسالك صح ولا غلط؟ انت قلت انكر، انت قلت انت قلت صابرين، مش كذبك. زار تونس مؤخرا، عجبته تونس؟ عجبته رانيا انجي برامو، احسن حاجه في تونس بنت بلادك، احسن ما اخترت، راهو من عز الناس. ربي يهنيك ان شاء الله، تاخذ لبناني هكا تبدل. جربت التونسي، فما فرق كبير، فما فرق. اما يقولوا اللي لبناني والتونسي ولد عليسا زوز معناتها، دونك اما اللبناني يدلل اكثر. ما احلى كلامهم صبري، قريت كيفاش طيحتي. لا مش هكاك، ولا لا، عندي صحابي ديجا لبنانيين، مي كلامهم يسرح له الوغ هما يحكيو نورمال، كيما نحن نقولوا باغ اكزومبل واحد باش يدلك وكل تحسوا يعمل في افور. هما لا، هما حياتي تقبريني كيف هي كيف ضيع في عركه حياتي بعديني، حياتي بعديني عركه. احلام صاحبتي ماخذه كيكه صحيح، شيخه كلام حاصيله حتى في تنبك العركه تضحك عليه. رانيا، عشت ديبرسيون دامت بيريود طويله، اثرت على حياتك؟ اثرت على صحتي. كيفاش؟ حكيتها قبل، عشت ديبرسيون اللي دوري تونس كامله تعرفها شنو هي اللي تعديت بيه، والحمد لله يا ربي اللي ما وقف على ساقي. و كا ودي ودي با هذيك الدنيا. خانتك، خانك صديق هكا كنت تامنه على اسرارك والكل، خانك تعرضت للخيانه هذيك؟ خان صديق من نوع شنو انت بعد الاكسبيرينس هذه شنو تقول؟ شوف هني قلت لك، انت سالتني قبيله قلت لي خممت تهاجر، قلت لك نخاف على بنتي، تلمو حسيتها الوجيعة، نحبش انجي بنتي تذوقها جملة. عبد تدخلوا لدارك تمكلوا توكلوا من ماك وملحك، ومن بعد تسمع بوذنك صوته كيفاش يقول فيك الكلام الخايب هذاك الكل. معناها حتى كي تهجر بها تنجم تتعرض لهم الحكايات هذوما. تتعرض لهم، اما مش نفس المونتاليتي صابرين، مالوغوزمون نحكي هكا راهو. فهمت؟ مي فما عباد باهين راهو في تونس، راهو فما برشا عباد باهين، هذيك علاش انا نطيب بالعباد الباهيه، هذيك علاش خليت كان العباد الباهيه دايره بيا، فهمت؟ هذيك علاش انا اليوم موجوده ونضحك. نسالك انا اسئله على، حكينا انت من تجاربك تو، خيانه الحبيب شنو تقول للنساء مثلا اللي هي تخانت من حبيب، وانت مثلا تعرضت، نعرفوا الناس كل شافت معناها مشاكلك والكل وتخطيت المرحله ذيك، وبرشا الناس كانوا يقولوا تطفى. بالعكس، الكف اللي ما يطيحكش كيفاش يقولوها هي، الكف اللي ما ما يقتلكش يقويك. يقوي. ديما اصنع من ضعفك قوه. هذه صابرين يلزم كل مراه تعرفها، من وجيعتك من رماد اصنع نار، رجعها. فهمت؟ تشميغيت، تحب روحك، انت مراه حلوه، هذه هي سر نجاحك، ضحكتك، زينك، لهوتك بروحك، هذا سر النجاح. العائله بالنسبه ليك حاجه مهمه؟ مهمه جدا. شكون في العائله؟ الخاله، العمه، الخو، الاخت، الام؟ الام اللي كذب عليك، اللي تيمي تيمم. معناها انت كي تحكي اسرارك لامك تحكي؟ نحاول ديما ما نوصلهاش كل شيء، عرفت؟ اما مش الحاجه اللي فريمون مش ضر معناتها، فهمت؟ الحاجه اللي فريمون هي في غنى عليها وجعت راسها، اللي انا نعرف نجاريها وحدي تبارك الله.